نأتي بقى للأحكام الحقيقة اللي بنقول منتظرين تنفيذها. حكم إعدام لأمين الشرطة مصطفى ربيع في قضية قتل المقدس عادل وابنه ديفيد، وطبعا كلنا فاكرين هذه الواقعة اللي حصلت بسبب اختلافات كانت عبيطة جدا، وفوجئنا بأنه الأخ مصطفى ربيع كان بيت النية بعد خلاف كان بينهم بشاي أو حديد أو حاجات كده يعني ملهاش لازمة، وكان في إطار واقف عند الكنيسة، وكان في هم مقاول بيبني أو بيعيد بناء بيت. فزي ما انتم شايفين المقدس عماد وابنه ديفيد وهم هم واقفين. ده الأول كان ديفيد بيتكلم مع أمين الشرطة، وهيجي بعد شوية أهو المقاول، ومرة واحدة راح ضارب النار فيهم هم الاتنين ووقعوا على الأرض زي ما حضراتكم يعني بنفكركم بالمشهد أهو للأسف. فطبعا جاء الحكم بالإعدام شانكون، ودار الإفتاء المصرية أيدت حكم المحكمة بإعدام أمين الشرطة ربيع مصطفى خليفة المتهم بقتل عماد صادق ونجله ديفيد أمام كنيسة نهضة القداسة بمدينة المنيا عمدا مع سبق الإصرار والترصد ومخالفة قوانين العمل أمام دور العبادة. وبعد ويعد هذا الحكم حكم أولي قابل للنقد أمام محكمة النقد خلال 60 يوم من النطق بالحكم. والنائب العام مستشار نبيل صادق كان أحال الشرطي المتهم في 18 ديسمبر الماضي المحاكمة العاجلة واللي أصدرت حكمها أمس الثلاثاء. وبعد الحكم بإعدام المتهم نجل مقاول المنيا أخو ديفيد بيتمنى أن يكون في سرعة للقصاص بيتمنى تنفيذه، بيقول أن سرعة القصاص خففت أحزاننا، عدالة القضاء المصري وسرعته في القصاص من المتهم خففت من الحزن اللي سكن قلوب أفراد الأسرة. وطالب فادي أجهزة الأمن بحسن اختيار رجال الشرطة لأنهم يحملون السلاح ويكلفون بحماية أرواح المواطنين، وأن مهمتهم حماية الكنائس ومترددين عليها للصلاة مش قتل الناس. فدي كانت الحقيقة برضو بعد هذا الحكم طبعا يعني يعني تعليق يعني كويس جدا، ويمكن تفتكروا ان هم كانوا رفضوا يقبلوا العزاء غير بعد تنفيذ الحكم، وهنشوف ان شاء الله التنفيذ هيكون امتى، هنتابع معاكم طبعا. حدث جميل جدا حصل امبارح وهو عرض خاص للفيلم الانتاج الجزائري التونسي برضو مشاركة برضو شركة لبنانية في الانتاج، هو فيلم أغسطينوس ابن دماها. كلنا عارفين القديس العظيم أغسطينوس العلامة صاحب أشهر كتب وأقوال رائعة جدا فرقت في حياة ناس كتير جدا، قصته الحقيقة كانت تستحق انه كان قبل كده اتعمل فيلم عنه، ولكن هذا الفيلم بهذا الانتاج الضخم الحقيقة حاجة عظيمة جدا جدا. أقيم العرض الخاص لفيلم أغسطينوس ابن دماها في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في وبحضور أبطال الفيلم النجمة عائشة بن أحمد، والمخرج المصري هو سمير سيف هو اللي أخرج هذا العمل. امتد العمل في العمل ده على مدى 3 سنوات، وكانت جريدة الوطن راحت الحقيقة وسجلت مع بعض من الممثلين وغطت الفعلية دي. نسمع جزء كده من هذه التغطية لهذا الحدث الرائع. من الجزائر، فمهم جدا ان تونس والجزائر هما يعني الانتاج مشترك، هما بيعملوا فيلم عشان يتكلم عن قصه حياته. طبعا الاستاذ مخرج سمير سيف هو المصري هو اللي عمل اخرجوا الفيلم، فكلنا عرب فدي حاجه تشرف. J'accepte le travail, d'accord. Anta Masmou.
أغسطينوس. ألا يوجد للعشق مكان في حلمك؟ ها؟ فلنسمع أغسطينوس خطيب خطباء المستقبل. شوي هيد يا مان. Je suis enceinte. انسيني صورة على البيبي هذا. سامحني انا ما قلتلكش عرس بيا راه. واجعله يعرف طريق. يما يما امي. الى متى يا الهي؟ ولكن اود ان اعرف في البدايه، هل انت مسيحي؟ لا لا. وهل يلزم ان ننتظر سنوات اخرى في هذه الضلاله؟ ما شفتش حتى نظرة حنينة في عينيك تبين باللي راك متوحشني. صدقيني لأول مرة أرى نفسي فأخاف. لقد عرفت اليوم أنني حامل، ولكن أين المفر؟ ما تقوله يا سيد أغسطينوس جد خطير. تسلحوا بإيمانكم فقط واتركوا الرب ينتصر. اليوم أفتح لك باب قلبي وحياتي، لأن ابن هذه الدموع لن يهلك أبدا. إذا سرت وراءك تبعتك. ابن الدموع لن يهلك ابدا، عشان كده لما بتكون في اي يعني قصص عن اختفاء بنات، عن مشاكل في يعني في الاسر للاولاد، دايما بنقول للام انت اكتر حد. اللي شوفي ام اغسطينوس كان قد ايه فعلا بكت وصلت، وبكائها ده وصل لربنا، وان ابن الدموع او بنت الدموع لا تهلك ابدا. فدي رسالة مهمة جدا. الفيلم زي ما حضراتكم شايفين انتاج رائع جدا. العرض الخاص ده مش اول عرض خاص، كان قبل كده في عرض خاص في الاسكندرية، وكان حضروا برضو ممثلين مثلا زي عادل امام. العرض الخاص بالامس كان تميز بانه قداسة البابا توادرس طبعا كان في من الحضور، وكان طارق حجي، كان وزيرة الهجرة ماما ماجي، يعني كان في فنانين ويعني مبدعين كتير حضروا هذا العرض الخاص الحقيقة. وإن قداسة البابا كمان كرم الفنانين واللي هم أو الكل اللي قاموا بهذا العمل، بالنسبة من شركة إنتاج يوسف منصور كان مشرف على الإنتاج، يعني كتير جدا. أو يعني زي ما حضراتكم يعني برضو هتشوفوا كده الفقرات، طبعا سمير سيف المخرج العبقري، وكان البابا كرم الأبطال كلهم اللي أغلبهم كان موجود يعني. ودي برضو طبعا من الحاجات الرائعة زي ما حضراتكم شايفين كده، وإنه فيلم يستحق الحقيقة. وبس إحنا ما عندناش معلومة واضحة إذا كان هيعرض في السينما، في السينما المصرية ولا لأ، ولكن يعني العمل رائع بكل المقاييس. حتى الفنان اللي كان قايم بدور أغسطينوس وهو صغير يوسف منصور زي ما شايفين هو، فيعني التكريم كان كمان سامح من الناس برضو الجميلة اللي كانوا كاتبين. يعني سامح سامي سيناريست هو اللي كتب السيناريو للفيلم، كان في كمان المايسترو ناير ناجي وباقي طاقم العمل، وكان الأستاذ هنري عون ويوسف منصور قدم هدية تذكارية لقداسة البابا توادرس في نهاية التكريم. وكمان كان في حضور للفنانة إلهام شاهين، شفنا علي الحجار في الصور، طبعا ناير ناجي شفنا، كمان كان في صورة كمان جايبة ماما ماجي كمان كانت حاضرة.
فحقيقي دي كان برضو حاجة جميلة جدا جدا، يعني بجد انه يكون في تقدير لهذا العمل الفني وعرض خاص وتكريم. ماما ماجي لو تاخدوا بالكم هناك يعني في المشهد كان برضو في دورية شرف الدين، طارق حجي، منير غبور، إيهاب فلتقوس، نادية هنري من البرلمان، وجون طلعت، وحشد كبير من الفنانين. فقد ايه ده برضو بيأكد انه هذا العمل يعني عمل عظيم، عشان كمان الكل كل دول يلبوا هذه الدعوة. الفيلم زي ما قلت لحضراتكم استغرق تصويره 3 سنوات، تم تصويره في مواقع الأحداث الأصلية بالجزائر وتونس، قرطاج، وذهب حيث ذهب إليها القديس أغسطينوس لدراسة الخطابة والحجة والبرهان عام 371 ميلادي. يعني هذا التوثيق لهذا القديس العظيم الرائع اللي أسرى، يعني فعلا يعني هو يعتبر فيلسوف عالم ديني، ويعني فعلا الفيلم تناول الأجزاء دي، تناولها من ناحية التاريخية، وتناول مدى تأثير الفلسفة والقصة حياته على العالم الغربي وتحديدا المجتمع الروماني. تحية لكل من قاموا بهذا العمل ويستحق فعلا هذا التكريم. وكان قداسة البابا له كلمة ممكن نسمع منها أجزاء سريعة كده في احتفالية عرض الفيلم الخاص. ونجحت في ذلك، وحاجتين كملوا الدموع والصلوات بتاعت مونيكا: عظات القديس أمبروسيوس وهو أسقف ميلانو الشهير جدا، وعندما تزورون ميلانو تجد هناك مكتبة ضخمة اسمها الإمبروزيانا، هذه المكتبة على اسم هذا القديس العظيم الذي كانت عظاته زائعة الصيت. كانت ذكرتها أن وقع في إيديه كتاب حياة القديس أنطونيوس المصري عن الرهبنة. خدوا بالكم كيف تحاصر نعمة الله إنسان من أجل توبته، تحط له أم بصلوات ودموع، وتحط له أسقف بالعظات الجميلة بتاعته، وتوقع في إيديه كتاب عن سيرة أنطونيوس أول راهب في تاريخ الرهبنة وكان مصريا، وتكون النتيجة زي ما شفنا توبته ونقوته، وصار فيما بعد مساعدا لأسقف عنابة، ثم أسقف عنابة، وعاش حياة قوية جدا وهو أسقف، وهو صاحب أول فكرة لبناء الأديرة في مقر الإبرشيات. كان في بعض الدموع كده. أحيي المخرج القدير الدكتور سمير سيف، عايزكم تعرفوا أن القديس أغسطينوس قبل انشقاق المسيحية، المسيحية انشقت في تاريخ 451 في مجمع خلقدونية، تاريخ الانشقاق. نياحة القديس أغسطينوس كانت سنة 430 ميلادية، يعني قبل النياحة، عشان كده هو بنذكره، هو عيد نياحته في 28 أغسطس من كل شهر سنة. وأنا كنت قبل البطريركية في إبرشية البحيرة في سنة 1987، البابا شنودة سمح لنيافة المطران الأنبا باخوميوس أن يأتي برفات جزء من أغسطينوس، برفات أغسطينوس يأتي بجزء منها من عنابة، لأن الجزائر تبع أنبا باخوميوس في الرعاية، فذهب هناك. احنا الحقيقة تلاقوا كل الكلمة كاملة لقداسة البابا، التكريم ايضا كامل، التريلر اللي تعرض منذ قليل للفيلم هتلاقوا كله موجود على صفحتنا موارع الاحداث. وكمان الحقيقة انه الجميع اللي كانوا حاضرين بجد اشادوا بالمستوى العالمي لفيلم يستحق الترشح لجائزة الاوسكار.
تصريح آخر أو تصريح للبابا توادروس كانت نقلته عنه شبكة عين الإخبارية. البابا تحدث عن حرب الشائعات في مصر بتحركها جهات مشبوهة، والحقيقة أنه يمكن ده كان حوار برضو زي ما حضراتكم شايفين. أهم ما جاء في هذا الحوار أن العلاقات المصرية الإماراتية طيبة ويحتذى بها، أبو ظبي رائدة في التسامح ونشر السعادة، تجربة الإمارات مع توفير أماكن عبادة مذهلة. وتحدث أيضا البابا عن أنه شيخ الأزهر يتسم بالحكمة وعلاقاتها الخارجية لصالح السلام، ومصر تواجه حرب الشائعات لبس اليأس، وكمان المسيحيون جزء لا يتجزأ من الكيان العربي. والبابا قال في الحوار مع عين أنه كتابة مذكراتي حلم عمري ولدي حكايات كثيرة. وأنا ما أعرفش مين وراها، لكن ضروري وراها جهات مشبوهة وأشخاص ممكن يبيعوا ذمتهم يعني، وربما يكون في جهات كمان يعني مقصود بها الدولة نفسها، لأن لما أتعب الرموز كله يقع لما نحارب الرموز. ثم نشر الأخبار الكاذبة، والأخبار الكاذبة ده هي بتمثل حوالي 95% من ما يذاع وما ينشر على السوشيال ميديا. أرجوكم افهموا من هي مصر ومن هم المصريين، الطبيعة بتاعتنا ايه، التاريخ بتاعنا. احنا مش دولة جديدة، احنا اول دولة مركزية في العالم، اول دولة عملت جيش في العالم، اول دولة عملت عاصمة تحكم البلاد كلها، المدن يعني والقرى. فما يحدث ده عبث ولن يؤثر في المصريين أبدا. احنا مش بلد صغيرة لا حجما ولا تاريخا ولا سكانا. فدعوتي لهم ولغيرهم، دعوتي لأي حد، لأي حد يحاول العبث في مصر، انه يفهم من هي مصر ويعرف تاريخها القوي ويعرف تفاصيله. ولا يمكن النفاذ ما بين والحقيقة كان بابا أكد في حواره أيضا على أنه رغبته في كتابة مذكراته الخاصة، وقال لدي كثير لأحكيه، وأنه ضيق الوقت هو اللي مش سامح بكده. وقال البابا أنه لا ينشغل بأي محاولات إرهابية تستهدفه، فعلى حد قوله حياتنا في إيد ربنا، هو صاحب الحياة أولها وآخرها، لافتا إلى أنه يؤدي أعماله بشكل عادي كما أن مستويات الأمن تزيد في مصر. وكل شوية زي ما شفتوا الشائعات اللي في الفترة اللي فاتت، ومش عارف توقعات إيه عشان يعني إزاحة البابا من على الكرسي البابوي، اللي هو حاجة غريبة جدا يعني. وبرضو كل شوية بتلاقوا أخبار كده عجيبة، فالحقيقة ما تصدقوش أي حاجة من الحاجات دي زي ما قلنا. وإنه بالفعل الواحد فعلا شايف من كتر متابعته لمواقع التواصل الاجتماعي يعني، أو للفيسبوك بالتحديد، إن حقيقي فعلا بتبقى في حاجات إما بيعدوها، حاجات ما بتكونش حاصلة. وشفنا نماذج كتير جدا الفترة اللي فاتت، فعشان كده ده كمان بيحط على عاتقنا كبرنامج إن إحنا بنكون بنتعب جدا علشان نفلتر الأخبار دي، ونحاول جاهدين إنه ما يكونش في أي حاجة يعني فيها أي جانب خطأ يعني، سواء على صفحتنا مرة الأحداث أو حتى في برنامجنا.